وصلنا ممتازة. لآخر فقرة هي اسمها أنت مين؟ أنت مين؟ اسمك الثلاثي إيه؟ أنا مين؟ أسرتك مين؟ أنا مين؟ أنت مين وأنا مين؟ كلنا مين؟ هاني رمزي جوده جد الله، طبعًا مواليد عابدين، متزوج، وعندي فابيو 21 سنة، وعندي كاميليا لسه فابيو لعيب كرة؟ لعيب كورة. فابيو كان بيلعب في النادي الأهلي كمان، لعيب رأس حربة، ولعب في النادي الأهلي حوالي سنة ونص، ويمكن للأسف برضه جات له إصابة ودلوقتي بطل خلاص، ودلوقتي بقى خلاص بيدرس. ادي فابيو، بيدرس في لندن. فابيو هو الوزع عوامي يا عم اهو. وعي برضه لقطه ظريفه قوي، الناس يعني بيشبهوه بيا وانا في نفس الستايل بتاعي. فابيو كان ستايله حلو قوي، كان بيلعب راس حربه وبيلعب، لعب في النادي الاهلي، جات له اصابه. كابتن محمد شرف كان بيدربه. محمد شرف مدرب هايل، مواليد 2001، مواليد يعني دفعه حمزه علاء ودفعه مصطفى شوبير ودفعه العربي بدر، هو من المجموعه ديت. ايه الاصابه اللي جات له؟ جات له رباط صليبي للاسف. برضه للاسف. انتوا واخدين على الرباط الصليبي ده ولا واخدين توكيل؟ لا بس في وقت صغير قوي، كان لسه صغير. طب مش اتعالج؟ اتعالجنا ورحنا وخف وكل حاجه، بس جت بقى موضوع الدراسه وهو عايز يدرس في لندن، ف ما يلعب مع راح هناك برضه فريق درجه ثانيه، يعني بيلعب كوره كمل شويه بس اماتور يعني. الشكل هو مش اكتر يعني، اللي مرتبط اكتر بجامعته يعني. انت طلع عندك فابيو وعندك عندي مريم. فابيو وعندي كاميليا. كاميليا كاميليا دي لسه ربنا رازقنا بيها اخر العنقود. طيب، والمدام طبعا دي اسرتك اللي انت عايشها. والمدام طبعا المدام. طب انا معايا، انا معايا تقرير من المدام وفابيو. طب يا ريت نسمع يقول ايه. طبعا انت ما تعرفش احنا جبناه ازاي. انتوا جبتوا فابيو من لندن؟ احنا ما جبناه، ماشي منين؟ هنشوف هيقولوا ايه ونرجع تاني. زي ما بقول دايما، انا شهادتي طبعا في هاني هتكون مجروحه، لكن رحلته الطويله في الملاعب الاوروبيه وفي النادي الاهلي بتشهد دايما بتاريخه الكبير في الملاعب. احتراف وبعد سنه 90 لمده 15 سنه في الملاعب الاوروبيه طبعا ليه تأثير كبير جدا على مشواره. هاني اتلقب فعلا بأمير المحترفين، هو فعلا أمير المحترفين بره وجوه الملعب وفي كل المجالات. شخصية هاني بره الملعب حاجة completely different story يعني، هو عنده جانب الناس خالص ما تعرفوش. هاني ظريف جدا، وعنده جانب فكاهي طبعا الناس ما بتتخيلش خالص، لان هو دايما شخصيه هاديه، والشخصيه الهاديه دي الناس دايما بتبقى شايفه ان هي شخصيه جاده طول الوقت، لكن هو عنده جانب تاني خالص مرح. الناس ما دايما بقوله انت ليه ما بتبينش للناس انت ظريف وبتضحك وكده، لان انت دايما بيطلع في دور بجد جدا. مشوار هاني الاعلامي مؤخرا انا شايفه ان هو مشوار مهم جدا برضو في مسيرته. طبعا هو مختلف المره دي لانه موجود في بيته في قناه النادي الاهلي، ودي تجربه هو طبعا شخصيا بيفخر بيها جدا، واحنا كلنا بنفخر بيها، انا اهلاويه ابا عن جد. فطبعا وجود هاني في قناه النادي الاهلي اضافه كبيره لمشواره. والمجال الاعلامي برضو كان وقته ان هو يبقى ليه دور موجود فيه. هوايته بره كره القدم دي صعبه شويه، زي ما بقولك ان انا اهلاويه جدا 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 من قبل حتى ما اعرف هاني، بس طبعا بعد ما عرفته وبعد ما اتجوزنا الموضوع بقى بنتفرج على ماتشات كتيره قوي، لدرجه ان انا وصلت ان انا بتفرج على فرق انا مش ما اعرفهاش، فرق في الدوري المصري وكده انا ما كنتش اعرفها. طبعا كل الماتشات بيتفرج عليها طول الوقت، بيقرا كتير طبعا عن الكوره، بخبي منه حاجات الكوره في بعض الاوقات عشان نحاول نقضي وقت شويه بعيد عن الكوره، لكن هو بيحب يتابع الماتشات يعني، عنده هوايه الفرجه على الماتشات لدرجه ان هو بيتفرج على ماتشات قديمه. فاقول له طب ليه بنتفرج على ماتشات قديمه؟ بنتفرج على حاجه لايف تبقى موجوده دلوقتي. فهو عنده هوايه متابعه الماتشات بشكل فظيع. الحقيقه في رساله فعلا انا احب اوجهها له، ومبسوطه جدا ان انا اوجهها له النهارده من خلال قناه النادي الاهلي. عايزه اقول له ميرسي جدا ان انت اديتنا تاريخ نكون كلنا فخورين بيه، مش انت بس، واسمك اللي بيخلينا دايما نكون سعداء ومبسوطين وفخورين من رد فعل الناس على شخصيتك وعلى وجودك في الملعب وعلى اخلاقياتك بره الملعب. فاحنا كفاميلي بنشكرك جدا على ده، وبنتمنى لك ان شاء الله الفيوتشر يكون عندك حاجات كلها بتحلم بيها تتحقق بين البيت وبين الشغل ان شاء الله. يا كابتن هاني رمزي،
طبعا واحد من احسن لعيب كوره في مصر وابويا. انا لسه فاكر لما انا كنت صغير احنا كنت بنلعب كوره في البيت، جوه في البيت مع جول وكوره صغيره قوي، واحنا كنا بنكسر كل حاجه في البيت. احنا كنا بنكسر يعني حاجات زي كوبايات واللمبه في النور وكل حاجه. lots of love from the United Kingdom and I'll see you soon. باي باي يا فايب. اولا المدام هاله اللي شافت معاك اللي ما شافتوش. بصراحه صح عندك حق. انت بتحب ام كلثوم؟ انا بحب ام كلثوم طبعا. طيب لو عايز تبعت لها اغنيه ام كلثوم كده وانت باصص للكاميرا مش باصص لنا، انت بتحبها هي ما بتحبنيش؟ ايوه ما فيش غير انت عمري يعني. هتقولها لها ايه؟ اقول لها انت عمري، لان يا هاله بس انت باصص كده في الكاميرا مش ليا انا. لا انا طبعا يعني بشكرك طبعا هاله على الكلام الحلو اللي انت قلتيه، وهو بحاول ابقى ظريف وهو بضحك عشان انت شايف ان انا دايما بطلع جد في البرامج، لكن طبعا الدور انت كمان بتقومي بيه دور مش سهل انا عارف. انا دايما بتابع الماتشات وبتابع الكوره ودايما عايش في جو الكوره، لكن بحاول بقدر الامكان كمان ان احنا نعيش كفاميلي بعيد عن الاضواء شويه وبعيد عن الناس. فطبعا بشكرك على الكلام اللي انت بتقوليه، واغنيه انت عمري كمان اكتر من كده ايه يعني. ربنا يخليكم لبعض يا رب ويخلي لكم فابيو كمان.